انا هترك المجال للاستاذه نيفين ملك برضو هتعلق على جزء من البيان. خلونا نقرر الوضع الحالي المتأزم في مصر والذي يشكل خطرا حقيقيا على أمن مصر القومي ووحدة أراضيها. دعونا نقرر أننا نواجه انقسام مجتمعي حاد، وتنامي هذا الانقسام لخطر حقيقي على وحدة أراضينا. وما نشهده في سيناء من وضع متأزم، وأعتقد أنه من الخطورة بمكان للتعاطي معاه، وأنا كإنسانة مصرية أعتقد أنني في رعب على هذه القطعة الثمينة من أرض الوطن التي أخشى أن تتحول إلى شوكة في خاصرة الجسم المصري. أخشى ويخشى معي كل وطني أن تتحول سيناء إلى إشكالية كبيرة لا نستطيع حلها، وهذا ناجم بلا شك عن إشكالية انخراط جيش مصر في العمل السياسي وتركه للحدود المصرية لمن يعبث بها. أعتقد أن هذا الانقسام المجتمعي الذي حدث وتنامى نتيجة لأزمات كبيرة جدا واجهت المصريين بمجملهم في تلك الفترة الماضية، فضلا عن ذلك الخطاب الإعلامي الذي أعتقد أنه كان يبث روح الكراهية والفرقة والعداء، بل وتمادى لأن يصبح في بعض خطاباته خطابا فاشيا إقصائيا للآخر، مما زرع بذرة إن رواها الآخرون تصلح لبداية لحروب أهلية وأخطار تشكل خطورة حقيقية على هذا الوطن. أعتقد أن على الجميع أن يعمل المزيد من العقل والرجوح السياسي. علينا جميعا أن ندرك أن هذا الوطن يسعى الجميع، ويمكننا أن نتعايش معه بقليل من التضحيات، بقليل من الانحياز للمبادئ، المبادئ المجردة دون صراع على هوية أو صراع على أيديولوجية. ثبت للعالم وثبت لنا نحن أن هذا الصراع صراعا أجوفا، وصراعا قد تمتطين به دولا استعمارية وتفرغ بلادنا من هويتها الأصلية. أعتقد أن على الجميع أن يدرك أن منطقة الصراع هذه، إذا كانت منطقة صراع هوية أو أيديولوجية، لن تصبح أبدا أبدا حلا في أزمة حقيقية. علينا أن نستعين بهذا الوطن، علينا أن نستعين بهذا الشعب المصري في تحويله إلى حل وإلى فاعل وليس إلى أداة. علينا أن نلتجئ إلى تجميع ما يجمع هذا الوطن لا ما يفرقه. هذا الوطن كما قلت يسعى الجميع دون إقصاء لفريق. علينا أن ننبذ بذور الكراهية تلك، ونؤمن أن الحل هو حل سياسي. الحل للإشكالية وللأزمة التي نحن بصددها هو حلا سياسيا من أرضية الحوار الوطني الذي لا يمكن أن يشترط أو يضع سقفا لاشتراطات. نحن نقول عليكم بالحل السياسي لأزمة انسداد سياسي. لن تصلح أبدا الحلول الأمنية أو القمعية، تلك الحلول البالية والتي استخدمها النظام البائد على مدار عقود من الزمن لم تصلنا ولم نصل بها إلا إلى مزيد من القمع والاستبداد الذي فجر الشعب المصري في ثورة دوت في العالم كله، ثورة 25 يناير. على الجميع من هم بيدهم السلطة الآن، عليهم أن يدركوا أن الالتجاء إلى الحلول الأمنية هذا منحى خطأ ومنحى غير مجدي، وتجربتهم وتاريخهم مع هذا
هو أكبر حجة وأكبر دليل عليهم أن يؤمنوا أن الحوار والحوار الغير مشروط والحوار الجاد النابع من الأرضية الوطنية بروح حيادية وروح من التسامح تقبل الآخر وتؤمن أن هذا الآخر له كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات. علينا أن نتعلم أن نعيش معا كعقلاء لا أن نفنى معا كأغبياء. علينا أن ننبذ روح الكراهية والعنف والعداء، وعلى الجميع أن يدرك أن هذه الأجواء من القمع واعتقالات لرموز وطنية والزج بهم في السجون وكيل الاتهامات لهم وفبركة الاتهامات وقمع الحريات، هذا الجو لن يصلح أبدا إلى حل سياسي أو لن يؤدي أبدا إلى حل سياسي. على الجميع أن يدرك الكف عن ملاحقة السياسيين والإفراج الفوري عن القادة السياسيين الذين سوف يكونون مفتاح هام في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. على الجميع أن يعمل مذيداً من العقل السياسي لا مذيداً من الكراهية والإقصاء. أشكركم.